نعم المتوج بدرع الدوري 97 نقطة في انتظار ما ستجول بالجولة الأخيرة بالنسبة للسيتي بينما نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني ولا حقية بالتواجد في هذه الرتبة في انتظار الاستحقاق الآن لكتيبة المدرب جوزي مورينيو ليفي كاب لكأس الاتحاد الإنجليزي. مانشستر يونايتد سيكون في مواجهة صريحة لنادي تشيلسي بعد أيام قليلة. اليوم الخصم هو نادي ويسام يونايتد الفريق الذي يتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة. الفريق الذي أمن بقاؤه في دوري الكبار ليس لديه ما يخسر في هذه المواجهة وبالتالي نتوقع مباراة من دون ضغوطات مباراة يلعب فيها نادي ويسام بشكل مرتاح جدا في مواجهة لنادي مانشستر يونايتد المانيو الذي يغيب عنه اليوم اسم كبير جدا الهداف والاسم الذي تعود على التهديف في مرمى نادي ويسام بوغبا ماك توميناي توماندر هيريرا بينما الخط الأمامي يتواجد أليكسي سانشيز أيضا لاعب لينكارت الحكم هنا يصفر ركلة حرة لفائدة نادي ويسرام بين جوزي مورينيو وكذلك بيلي بينما كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى فرصة هنا لنادي ماتش في الاستلام يحتاج إلى المساند لاعب أرنوتوفيتش الوصول كان متعافية خطأ أم لا الحكم يترك الامتياز لعناصر نادي ويسرام للاستلام من جو ماريو لانسيني لم يتحكم فيها لانسيني يضيع هذه الكرة بعد مجهود فردي نادي مانشستر يونايتد لكن لم ينجح هذه الكرة فرصة دافيد دخية أمام أرناتوفيتش في أول امتحان نعم لحارس المرمى الإسباني شوف الإعادة مرة ثانية هذه الكرة لأرناتوفيتش من المراوغة ثم التسديد في المكان المتواجد فيه الحارس الإسباني منتخب البرتغال في الكأس العالمية القادمة إلى جانب مجموعة من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو بينما الحكم يتدخل في هذه اللحظات ويشير إلى وجود خطأ ركلة حرة لينتوف وكذلك سمولينغ جونز هنا تسديدة ممكن تسديدة للاستلام أليكسي سانشيز بين رائعة للعبة بوغبا يعمل المراوغة والحكم بعد ذلك يشير إلى وجود الركنية في يدين من على الصورة كالعادة المدافعون يصعدون تنفذ الكرة على الدخية حاليا والحارس رقم واحد للمنتخب الإسباني أرضيو خطأ في الإبعاد خطأ في التغطية وكذا أرناتوفيتش أن يضع في المرمى أول خطأ دفاعي من جانب نادي مانشستر يونايتد أرناتوفيتش بعد ذلك التغطية من شو والعودة كانت موفقة للظهير الأيسر وأيضا لدافيد سانشيز يتقدم أليكسيس يتقدم أليكسيس يعمل مراوغة أولى مراوغة ثانية مرارة من هناك لا أوكبونا يلعب الكرة في الجهة اليمنى الحكم صفر خطأ في هذه اللحظات نعم على فكرة سانشيز للاستلام من طرف اللاعب بوغبا اوه فكرة ممتازة من جانب اللاعب بوغبا الفكرة رائعة لكن الكرة تطول هنا على اللاعب لينغارد ذكرت بأن فرصة لنادي مانشستر يونايتد لكن المتابعة لطرف اللاعب كوياتي خطأ في اللعب تسديدة مرة جانبية ماك توميناي كاد أن يسجل الهدف الأول لنادي مانشستر يونايتد خطأ في الإبعاد في الوالة الأولى ثم خطأ آخر يتعلق في هذه المباراة بعد التصدي الماضي لكرة اللاعب لينغارد للمانيو هذا الموسم بمنطقة سريعة فرصة وقف الكرة الثانية نعم المانيو مرة الآن السرعة القصوى لتسجيل الهدف الأول في المباراة لما لا ننسى حتى اللاعب سافيتش مينينكوفيتش رائعة يا لينغارد والتصدي أجمل من أدريان سرعة لبوغبا انطلاقة من الفرنسي بوغبا ضيع بوغبا نعم ضيع بوغبا في صراع مع اللاعب كوياتي بوغبا كان بطيء نوعا ما في هذه يمضي في البريمير ليج بينما انطلاقة من أرناتوفيتش ماذا سيفعل أرنو يعمل المراوغة يدخل لمنطقة الجزاء فرصة رائع أرناتوفيتش فعلا كان وراء مجموعة من الإنجازات التي حققها نادي مانشستر يونايتد تسديدة مرة جانبية دائما الخطورة تأتي من التسديدات الأخضر بينما لدينا كرة فرصة لفائدة نادي ويسام فيها صافرة في هذه اللحظات ليفربول برايتون ثم اللقاء الذي سيجمع بين نيوكاسل وتشيلسي بين منطقة سريعة لفائدة تقييم ممتازة فالنسيا يصعد من هناك على جهة اليمنى فرصة ركنية من جديد
أول اختراق ناجح يقوم الظهير الأيمن الفرنسي. تلعب الكرة لأرناوتوفيتش، أكثر حيوية وأكثر نشاط أرناوتوفيتش. أرناوتوفيتش يا جواو، ماذا ضيعت يا جواو بعد عمل فردي؟ كل عناصر نادي وسام لمنطقة الجزاء. فرصة الآن، فرصة فرصة فرصة، هذا لوجود لينتولف وكذلك لعب فالنسيا. سمولينغ هنا بسرعة ويقطع هذه الكرة لسانشيز، وصلت مرة أخرى لبوغبا، يسدد بوغبا. الإنجليزية مشاهدين الكرام، طبعا ميزة بوغبا أنه سجل أمام الأندية الكبيرة هذا الموسم، خاصة أمام أرسنال وأمام السيتي. وعلى فكرة سانشيز في الاستلام ينقلها داخل المنطقة، في لمسة يد، نعم في لمسة يد يا بوغبا، تلقى واحدة كوقت بدل ضايع لينغارد في وضع التسديدة. دخل الدفاع، لينغارد يمشي لتنفيذ الركني على القائم الأول بحتا عن الهدف. لمسة جميلة، سانشيز يعمل المراوغة اللازمة، يرفع الكرة، يبعد من جيربي أوكبونا، لكن تبقى للمانيوكي من أروع ما يكون عندما واجه الباصة في نصف النهائي قبل أن يواجه البايرن في المباراة النهائية. هدفان، نعم مكن الانتر من الفوز بالشامبيونز أبطال أوروبا، أخيرا كان في 2007-2008، بداية أيضا في أول رسميا انتقاله بالمناسبة لديسي يونايتد في الدوري الأمريكي الأمرس. كرة في وصف فيرغسون، فالأمور أصبحت بخير بالنسبة لفيرغسون. هذه كرة فرصة، أدريان في المتابعة، لينغارد من جديد يسدد، ولكن أدريان مع نادي وسام طبعا باحتساب كذلك المباريات اللي لعبها مع أندية أخرى. مشاهدينا الكرام، اعتبار أن جوزي مورينيو دخيا، دخيا لمن سمولينغ يلعب أماميا في اتجاه أرناوتوفيتش. كان مراقب أرناوتوفيتش من طرف اللاعب أرناوتوفيتش، يدخل أرناوتوفيتش من المراوغة. أرناوتوفيتش خطيرة، خطيرة، فرصة لم تصل لانسيني، وتسديدة نعم ممكن يا سافاريتا، ليس هناك خطأ، نعم لم يحسن التعامل عناصر وسام. واحدة اثنين يقوم بالمراوغة، فالنسيا، فالنسيا الأرضية، فالنسيا الأرضية، بول بول بابراس من الأرضية المميزة للاعب فالنسيا. نوتوفيتش، لانسيني، 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 ماسواكو، مرحلة الأولى من الدوري ستلعب هذه الركنية لفائدة نادي مانشستر يونايتد الراسية. مرة جانبا، غياب التركيز في كثير من حتى الظروف. حتى الظروف حتى الظروف